ترسيم الحدود وتقسيم الدوائر الانتخابية أبرز الملفات في اجتماع الحكومة اليوم. مصر وعشرة أشخاص في اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الجيش في رفح. العاهل السعودي يناشد مصر دعم اتفاق رياض التكميلي مع قطر. نشرة الواحدة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. ناشد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مصر دعم الاتفاق الرياض التكميلي مع قطر، وأكد خادم الحرمين الشريفين على وقوفه إلى جانب مصر وتطلعه إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء العرب. ودعا في بيان صدر عن الديوان الملكي، دعا مصر شعبا وقيادة إلى السعي مع دول الخليج في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربية. تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب عددا من الملفات المهمة، والتي يأتي من بينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية تمهيدا لإصداره، بالإضافة إلى بحث ترسيم الحدود في ضوء الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع محلب واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. كما يناقش الاجتماع الوضع الأمني في البلاد، وكذا التحضير للمؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر عقده في مارس القادم. هذا إلى جانب استعراض تقرير عن السياسة الخارجية المصرية وآخر عن نتائج جولة رئيس الوزراء لعدد من المواقع. هاتفيا ينضم إلينا هند مختارة، الصحفية المتخصصة في شؤون مجلس الوزراء. هند، يعني ماذا عن اجتماع الحكومة، وهل ما زال منعقدا أم انتهى؟ هند، يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميلة هند مختارة، الصحفية المتخصصة في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لها. أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن القانون الجديد للإدارة المحلية يدعم اللامركزية في المحافظات ويعطي صلاحيات أكبر للمحافظين، بحيث يكون المحافظ هو المسؤول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق من خلال الخطط التي يضعها. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير في ورشة العمل التي عقدت بمحافظة أسيوط تحت عنوان رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية. وناقشت ورشة العمل متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق أوسع يلائم التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره البريطاني فيليب هاموند في العاصمة البريطانية لندن. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وكذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر. كما تناولت المباحثات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التوتر الخطير الحالي في القدس الشرقية، وكذا الأوضاع في العراق وسبل مكافحة تنظيم داعش الإرهابية. هاتفيا ينضم إلينا سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سعادة السفير، بعد الترحيب بسيادتك، ماذا عن يعني أهم نتائج هذا اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري ونظيره البريطانية؟ يعني طبعا في علاقات هامة جدا على المستوى الثنائي بتربط مصر بالمملكة المتحدة. أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر إذا استثنينا الدول العربية، ومن ثم في اهتمام كبير بتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية. أيضا بريطانيا بعلاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة ومكانتها داخل الاتحاد الأوروبي لها دور هام جدا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تخص الشرق الأوسط. ومن ثم كان في لقاء للسيد وزير الخارجيه منذ حوالي شهر حينما زار بريطانيا، وهذا اللقاء الذي تم اليوم على هامش تواجد السيد وزير الخارجيه في لندن لحضور
او للاجتماع بوزير الخارجيه الامريكي، ده اوفر فرصه اخرى لاستمرار التشاور بين الوزيرين حول القضايا الاقليميه اللي بتهمهما، خاصه الملف الفلسطيني، الاوضاع المتدهوره في القدس الشرقيه، قضيه الاوضاع الخطيره في ليبيا وقضيه الارهاب وسبل مواجهه الارهاب. كل هذه ملفات هامه جدا تم تناولها في لقاء اليوم. نعم سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة سيدة من محافظة المنيا بمرض انفلونزا الطيور، والذي أصيبت به جراء تعاملها مع طيور مريضة في منزلها. يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض انفلونزا الطيور بلغ 180 حالة إصابة منذ عام 2006 حتى الآن، من بينهم 7 حالات خلال عام 2014، وقد توفي منهم 66 حالة من بينهم 3 حالات خلال العام الجاري، بنسبة وفاة بلغت أو تقارب 36.5%. أفاد مراسل النهار اليوم نقلا عن مصادر طبية وأمنية بمحافظة شمال سيناء بمقتل 10 أشخاص وإصابة سيدة في قصف جوي جنوب مدينة رفح لدك معاقل التكفيريين، وكانت عناصر مسلحة قد اشتبكت مع قوات الأمن وأطلقت قذائف هاون، سقطت 2 منها على منزل أحد الأشخاص ما أسفر عن مصرعه و9 من أسرته وإصابة سيدة تبلغ من العمر 65 عاما. أعلن مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اللواء طارق الجزار عن وجود خطة محكمة لتأمين كل المنشآت الحيوية والخدمية بالمحافظة، وذلك لمواجهة دعوات جماعة الأخوان الإرهابية لأعمال العنف والتظاهر يوم 28 من نوفمبر الجاري. وأكد مدير أمن السويس على وجود خطة تأمين تشمل التنسيق مع الجيش الثالث لتأمين منطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي، إضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في منطقة العين السخنة. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم سماع مرافعة النيابة في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومية مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى اليوم محاكمة 68 متهما في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابية يرتبط بتنظيم القاعدة. يواجه المتهمون تهم إنشاء تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ضباط الداخلية في رحلة للتبرع لصندوق تحيا مصر.